مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الجديد وحلقه جديده من برنامجكم تبسيط العلوم. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن موضوع هام جدا، هنقدمه بشكل مبسط وبشكل تعليمي. هنتكلم عن علم التجويد في القران الكريم. هل هذا العلم يعتبر قديم ام حديث؟ هل هناك ادخالات تمت على علم التجويد؟ وايضا اهميه تعلمه والمعايير والاسس الخاصه به. معنا ومعكم لالقاء الضوء حول هذا الموضوع دكتور صبري محمد عبد العظيم، دكتوراه الفلسفه في الاداب في اللغه العربيه. مرحبا بك. اهلا بحضرتك. نبدا مع حضرتك ونقول تعريف كده مبسط لعلم التجويد، وهل يعني لدينا بعض المعلومات عن ظهور علم التجويد او نشاه علم التجويد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه سبحانه وتعالى: الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون. والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القائل صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أولا، علم التجويد من العلوم الهامة والمهمة جدا في حياة المسلم، في ليس بوجه الخصوص في القراءة فقط، بل في الثواب وحصول الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل مدح القائلين مادحا أهل القرآن في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أيضا في أحاديث كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رفعة شأن أهل القرآن سواء التالين لهذا الكتاب أو القارئ بكل الأوجه التي تحسن اللفظ القرآني والنطق به، تجعل له مرتبة عظيمة سواء في الأداء في الدنيا أو عند الله عز وجل في الآخرة. دكتور صبري، الحقيقة ليا سؤال: هل سهل تعلم علم التجويد لأبنائنا وأولادنا الأطفال في سن صغير، ولا المسألة دي بتحتاج سن أكبر؟ علم التجويد يأتي بالفطرة عند الإنسان، يعني الإنسان لو نطق بكلماته السهلة بتعبيره السهل هو هذا هو تجويد. لذلك قال الإمام ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. معنى هذا الكلام يعني بين الذي يقرأ القرآن بأحكام التلاوة وبين الذي يتركه هي رياضة، تمرين. يعني لو طفل عندنا أطفال صغيرة تعلموا علم التجويد وهم وقرأوا القرآن كاملا وهم قبل دخول المدرسة، هذا يعني أنه بالإمكان أن يقرأ الطفل وفي سن صغيرة ويتعلم هذا العلم. علم التجويد كما ذكرت حضرتك في البداية ليس علما جديدا. علم التجويد نشأ مع اللغة. قيل إن الذي أنشأ هذا العلم هو عالم اللغة أو عالم العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي، أثناء كان يقوم بعمل معجمه معجم العين. هذا المعجم هو معجم لغوي، ولكن الخليل بن أحمد رتب هذا المعجم ترتيبا حسب الحروف حتى أنه سموه معجم العين، ووضح فيه صفات الحروف ومخارج الحروف، فكأنه قد نشأ مع علم اللغة. ولكن مع تطور الأيام، مع تطور الزمان، كل مدى هذا العلم يزداد تجويدا، يعني هو اسمه علم التجويد ويزداد تجويدا، يعني تحسينا. طيب نقول المعلومة كده بشكل بسيط جدا للمشاهدين: هل من يحفظ القرآن الكريم ويسعى نحو حفظ القرآن الكريم لابد فعلا ان هو يجوده زي ما حضرتك قلت، ولا الفكرة ان الحفظ شيء وتعلم علم التجويد شيء تاني؟ التجويد يساعد على الحفظ، يعني هو عامل اساسي من عوامل حفظ القرآن، بدليل ان الإنسان لو قرأ حكما من الأحكام وطبق هذا الحكم واستمع إليه أكثر من مرة مع الآية القرآنية يزداد إتقانا لهذه الآية في الحفظ. جميل. أحكام بقى علم التجويد كثيرة جدا، متعددة، سهلة، صعبة، هل من السهل التعمق فيها؟ إن شاء الله يعني من خلال هذا البرنامج، أنا يعني البرنامج اسمه تبسيط العلوم. جميل. فإن شاء الله احنا سنحاول جاهدين أن نسهل المعلومة ونبسطها للقارئ حتى يحب هذا العلم. حضرتك هتعرض لنا النهاردة بعض هذه الأحكام وتطبيقاتها المختلفة إن شاء الله. لكن في البداية أولا
نعلم المشاهد والسامع ما معنى التجويد، يعني لابد أن يعلم ما هو هذا العلم وكيف يمكن تطبيق هذا العلم على الواقع، يعني ليس كلاما يقال وليس تعريفات تذكر، ولكن تطبيق هذا العلم على كتاب الله سبحانه وتعالى على الواقع. أولا، كلمة التجويد أتت من التحسين، يعني في اللغة التجويد معناه التحسين. يقول الإنسان في الجامعة حصل على تقدير جيد، يعني هو حسن وحصل على جيد جدا، فالتجويد في اللغة العربية معناه التحسين. وفي اصطلاح علماء التجويد معناه إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. ما معنى هذا الكلام؟ كل إنسان له حقوق وعليه واجبات، يؤدي ما عليه من واجبات يأخذ حقوقه. هذه قاعدة معلومة، إذا أديت واجبك فطالب بحقك. فهذا الحق أيضا للحروف، الحروف التي ننطقها، حرف السين، حرف الصاد، حرف الباء، كل حرف من هذه الحروف له حقوق لا بد أن تؤدى. لو أن الإنسان قرأ هذا الحرف دون أن يعطيه حقه أصبح ظالما لهذا الحرف، يعني ممكن الحرف ده يجي يوم القيامة يقول أنت ظلمتني، أنت لم تعطيني حقي. فهذا الحرف له حق، هذا الحق إن شاء الله سنعرفه من خلال مخرج مكان خروج هذا الحرف، وأيضا من خلال إعطاء هذا الحرف صفته، له صفات كثيرة سنعرفه إن شاء الله في محلها. يعني إذا علم التجويد معناه أن نعطي الحق حرفه، أن نعطي الحرف حقه. يعني لو أن الإنسان أعطى كل حرف حقه في هذه الحالة لن نقول إنه قد ظلمه، بل أعطاه حقه، تعلم التجويد بدون أن ولكن يتعسف أولا. إعطاء الحق لهذا الحرف بيتوقف على موقعه ومكانه والكلمة أو الجملة نعم، اللي فيها وقع فيها هذا الحرف. وعلى تعلم كيفية إعطاء الحق، كيف أعطيه حقه، أتعلم. طيب نبدأ مع حضرتك عشان وقت حلقتنا، نعم ونقول نماذج وأمثلة عديدة لهذه الحروف وكيفية تطبيقها. نعم، لو بدأنا بحرف الهمزة وهو أول حرف من الحروف الأبجدية أو الحروف الهجائية اللي هو حرف الهمزة، كثير من الناس يكون حرف الألف، لا هو حرف الهمزة، اللغة العربية تبدأ بحرف الهمزة. لذلك مثلا إذا أردنا أن نعرف مخرج أي حرف، مكان خروج الحرف، أنطقه من أين، نضع قبله حرفا متحركا، يعني السين نقول أس، الباء نقول أب، خرجت الباء من الشفتين، وضعنا قبلها همزة أب، فعرفنا مخرج أو مكان خروج الباء. أيضا السين أس، الصاد أص. طب صفة الحرف، قلنا أس وقلنا أص، أعطينا للصاد صفة التفخيم أو التغليظ، غلظنا الحرف، أما السين أعطيناها صفة الترقيق، رقيقة في نطقها. لذلك نجد أن الناس في حياتهم العامة، ينطقون بعض الحروف نطقا خطأ. مثلا حرف الواو، يقول واو مع الفتحة تكون وا، ويقول يا وليد، ينادى على يا وليد، لكن يأتي يقول واو فتحة وا، لا يا وا، أنت تقول يا وليد ولا يا وليد؟ وليد. يقول نشرب الشاي، وبينطق نطق صحيح، شربت الشاي، نطق الشين، فلا يصح أن يقول الشين مع الفتحة تقول أش، لا يقول أش. إذا هذا الحرف إذا أعطيناه حقه سيكون قد جودناه، يبقى إذا نعطي هذا الحرف حقه هكذا نكون قد جودناه. إذا لم نعطيه حقه سوف يدخل في مكان آخر. لو أحد نطق كلمة إيه؟ مثلا السين وقال أص، دخلت في حرف إيه؟ الصاد دون أن يشعر، لأنه أعطاها أكثر من حقها. ولكن السين في بعض المواقع أعتقد في القرآن الكريم ممكن تنطق على إنها صاد، زي مثلا ألست عليهم بمسيطر، أعتقد إن بيبقى مكتوب فوقيها مثلا صاد، صح؟ كلمة مسيطر أو كلمة بسطة هذه للقراءات، إن وضع في المصحف، الصاد فوقها السين، اللي موجود أعلى هو الذي ينطق، هو اللي ينطق، نعم ينطق الأعلى، وبيضع فوق سين صغيرة فنقول إيه؟ مسيطر، وعلى الصاد يضع السين. طب بسطة العكس، يضع الصاد، فما يوجد فوق الحرف هو الذي ينطق. طب لماذا رسم هكذا؟ ده رسم، رسم قرآني، لماذا رسم هكذا؟ رسم هكذا من أجل القراءات الأخرى، لأن هناك قراءات بالصاد وقراءات بالسين.
بعض القراء يقرؤون بالصاد والبعض الآخر يقرأ بالسين، فهو هذا سبب وضع الصاد فوقها سين أو السين فوقها صاد. لتوضيح القراءة الصحيحة. نعم، لا ليس صحيح، كل القراءات قراءة صحيحة، ولكن عندنا في المصحف الذي نقرأ فيه رواية حفص، فالمصحف عندنا برواية حفص، هناك رواية قارون، رواية ورش، رواية ابن كثير، رواية أبي عمرو، كل قراءة لها كل رواية وكل قراءة لها مصحف خاص بها. فبلاد المغرب مثلا يقرؤون بمصحف قارون، المصحف موجود لو فهيكون هناك اختلافات ما بين مصحف وآخر، يعني ممكن تكون في نسخة الرسم، معايا. في الرسم نعم موجود، يعني المصاحف عندنا في القراءات الرسم مختلف، مثلا كلمة مثلا مستقيم في رسم المصحف بلاد المغرب بدل القاف يضع فاء، هو عنده رسمها كذا. كلمة نستعين النون ليست فيها النقطة فارغة، هذا في الرسم فقط، لكن في النطق حسب قواعد القارئ. جميل. هذا عن تعريف علم التجويد. قلنا أنه له تحسين في علم اللغة، وعند الاصطلاح أن نعطي الحرف حقه ومستحقه. جميل. حقيقة اتكلمت عن الهمزة واتكلمت عن السين نعم، وعن الشين كل وأعطيت بعض أمثلة ليها، ممكن مثلا ننتقل لحروف أخرى ولا ما لا، هي زلنا لسه؟ نفس الحكم تماما، يعني ما فعلناه مع السين هو مع الصاد ومع العين ومع الخاء إلى نهاية الحروف الهجائية أو ما تسمى بالحروف الأبجدية. ولكن نقول هذا العلم ما حكم تعلم هذا العلم؟ يعني بعض الناس يقول أنا أكتفي أقرأ في المصحف، أقرأ الآية وأخذ الثواب. الحديث الذي يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كيف يأخذ المسلم أو يستحق الجزاء أن يأخذ بالحسنة بعشر أمثال الحسنة؟ هل يأخذها بتجويد أم بغير تجويد؟ بالتأكيد إذا نطق الحرف وأعطاه حقه وما يستحق سيأخذ الحسنات العشر. إذا نعم، وكلمة ألف ولام وميم 3 أحرف ب30 حسنة، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، ولكن إذا أعطى هذه الحروف حقها، بمعنى أنه إذا قرأ بأحكام التجويد يحصل على كل حرف يأخذه بحسنات عديدة كثيرة من 10، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. عن هذا العلم اختلف العلماء في حكم هذا العلم، هل هذا العلم فرض على المسلم أن يقرأ بأحكام التجويد أم أنه ليس فرض، يعني سنة أو يعني مستحب؟ يعني فرضية العلم فقط هي اللي اختلفوا عنها، نعم، ولكن القواعد والأسس القواعد والمعايير بتاعة متفق تطبيقه عليها، ليس هناك أي لا ليس خلاف هناك عليه. خلاف بين العلماء طبعا، لأن هذه هي اللغة، يعني العلماء القدماء كانوا يقرؤون بالسليقة بالفطرة دون أن يضعوا قواعد لهم، يعني لم يكن هناك قواعد أصلا، ولكن بطبيعتهم كانوا يقرؤون وينطقون الكلمات بمثل هذا النطق. يعني كما أنزلت الآية في القرآن الكريم وتم حفظها وتم تداولها، فضلت كده الآيات زي ما حضرتك قلت بالسليقة، لا يوجد أي نوع من التعديل أو التغيير يطرأ عليها. هذا العلم هو العلم الوحيد، العلم الوحيد في كل علوم الدنيا الذي نقل إلينا بالتواتر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله عز وجل أنزله على جبريل عليه السلام، وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقله عن النبي الصحابة، وظلوا ينقلونه واحدا بعد واحد بعد واحد إلى ما نحن الآن فيه. فلا يمكن لأي طالب علم يتعلم هذا العلم أن يأتي بكتاب ويقول تعلمت أحكام التجويد دون أن يستمع ويقرأ على الشيخ أو يقرأ عليه ويستمع منه كيف ينطق هذا الحرف. هذا العلم الوحيد، كل العلوم يمكن أن تتداول من الكتب، أما هذا العلم فلا يأتي إلا بالتلقي، وهذا ما يسمى بالسند، هذا يسمى السند، أنه قرأ على فلان وقرأ على فلان إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم له إسناد حتى الآن، موجود إسناد بالقراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنعود مرة أخرى إلى حكم هذا العلم. بعض العلماء أوجبوا هذا العلم، الإمام ابن الجزري الذي يعني وضع أسس هذا العلم في قواعد، قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، يعني فرض أن يتعلمه، وجعل من لم يتعلم هذا العلم
أنه آثم. قال: من لم يجود القرآن آثمه. لماذا؟ لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. أن الله عز وجل أنزله بهذه الطريقة، فلا بد أن نتعلم هذه الطريقة وأن نقرأه بهذه الطريقة. فالعلماء بعضهم من قال إنه فرض عين لا بد أن يتعلمه، ومن لم يتعلمه فهو آثم، والبعض الآخر قال إنه فرض كفاية. طيب يعني هل هناك صعوبة يعني بالنسبة، حضرتك اتكلمت دلوقتي عن شكله والإدخالات اللي طرأت عليه، لكن هل هناك صعوبة في فكرة تعلم علم التجويد على مر الزمان؟ علم التجويد من السهولة بإمكان. أكبر دليل على ذلك كما ذكرنا أن الأطفال إذا تعلموا هذا العلم يتقنوا إتقانا شديدا، ويصبح مثل أكبر قارئ يقرأ، مثل القراء الكبار الذين نعلمهم. الطفل الصغير يتعلم ويقرأ كما يقرأ القارئ الكبير. هذا معنى أنه علم يسير سهل على من يسر الله عز وجل عليه. دكتور صبري، أكيد لدينا الكثير والكثير من الأسئلة، لكن دعنا نخرج مع السادة المشاهدين إلى فاصل، نعود بعده لاستكمال حوارنا وأسئلتنا. عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام لمتابعة هذا الحوار، ولسه بنتكلم معكم عن علم التجويد وأسرار كثيرة جدا خاصة به هنتعرف عليها. دلوقتي هنتكلم عن آداب التلاوة. دكتور صبري، بنقف مع حضرتك ونصل مع حضرتك لنقطة هامة جدا في هذا اللقاء عن آداب التلاوة. الذي يقرأ في كتاب الله عز وجل لا بد أن يتأدب ببعض الآداب ويتمتع بهذه الآداب، ويكون على قدر التبجيل والاحترام لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا تخيلنا أن إنسانا ذهب لمقابلة الرجل صاحب مكانة، وزير أو رئيس، سوف يكون على أكمل وجه. فكذلك أيضا الجالس أمام كتاب الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتحلى ببعض الآداب. أول هذه الآداب هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، أن يقرأ هذه القراءة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن يكون يعني على الأفضل أن يكون مستقبلا القبلة. أيضا من هذه الآداب أن يكون متوضئا طاهرا، وكذلك أيضا أن يكون إذا كان هو القارئ أو المستمع له آداب وعليه واجبات. إذا قرأ القرآن بجانبه عليه أن يستمع وأن ينصت. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا وأنصتوا، هناك فرق بين الاستماع والإنصات، فالله عز وجل جمعهما، يعنيان معا حضور القلب، الخشوع، التدبر، القراءة بفهم، تطبيق الأحكام التي نتحدث عنها، تحسين الصوت إن كان من رزق الله عز وجل حسن الصوت، وأيضا التخلق بآداب القرآن. فليس معنى أنه يقرأ في القرآن وأنه يحفظ القرآن، التطبيق العملي لآيات القرآن أفضل عند الله عز وجل من أن يقرأ كما يقرأ كتاب أو يقرأ الجورنال أو جريدة معينة. فلا بد أن يتخلق بآداب القرآن كما يقول عبد الله بن عمر: ما كنا ننتقل إلى من 10 آيات إلى 10 آيات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نطبق ما قرأناه. يعني تعلمنا أحكام الصلاة في هذه الـ10 الآيات، لا نتركها إلا أن نقوم ونصلي. تعلمنا الصيام، نطبق الصيام ثم نأخذ 10 آيات غيرها. جميل، ده بالنسبة لآداب التلاوة، لكن القراءة هل في مراتب معينة لابد على أي قارئ مسلم أن هو يلتزم بها؟ نعم، حدد العلماء بعض وهذه قواعد اجتهادية يعني، فقالوا أن هناك مرحلة تسمى الترتيل، ومرحلة تسمى التحقيق، ومرحلة تسمى الحدر، ومرتبة أخرى تسمى التدوير. أسرع واحدة فيها هي الحدر. الحدر بمعنى أنه يقرأ قراءة سريعة، ولكن بشرط أن يحافظ على أحكام التلاوة. يعني ليس معناه أنه يقرأ قراءة سريعة ألا يحافظ على الأحكام، لا، الأحكام لابد منها في أي مرتبة من المراتب التي ذكرناها. والتحقيق يزيد على الحدر في أنه اطمئنان في القراءة مع تطبيق الأحكام أيضا. والترتيل والتدوير قالوا إنها مرحلة بين المرحلتين، بمعنى إذا كان الحدر يقرأ بسرعة مع المحافظة على أحكام التجويد، والتحقيق يقرأ باطمئنان شديد، بينهما التدوير وبينهما أيضا الترتيل، وهو تطبيق للأحكام في كل حالة من الحالات. هذه تسمى مراتب القراءة.
جميل. زي ما حضرتك قلت المراتب دي عادة ما يلتزم بيها القراء بقى نفسهم، لكن الشخص العادي أعتقد إن هو صعب عليه إن يعمل المراتب دي، صح؟ وسهل عليه، وخاصة في الصلاة. بعض القراء في شهر رمضان يقرأ ليصلي بالناس صلوات التراويح، ويقرأ ببطء فيجعل الذي يصلي خلفه يمل من القراءة. أما في صلاة التراويح خاصة كذا يقرأ بجزء أو بنصف جزء، يحتاج إلى الحذر مع المحافظة على أحكام التجويد حتى لا يمل ولا يتعب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف عن الصلاة إذا سمع بكاء الصبي وبكاء الطفل، كان يخفف خاشية أن تنشغل به أمه. فأيضا في صلاة التراويح الإنسان يقرأ بالحذر لأنه يحافظ على الأحكام. الحذر جميل. ليس خطأ ولكن محافظة على الأحكام مع سرعة الأداء. أما مثلا يعني يقرأ بقى بالتحقيق ويظل واحدة واحدة، الناس لن تتحمل معه. فكل موضع له، كل مرتبة لها موضع من المواضع. بالظبط كده. اللحن بقى، ما هو اللحن وما حكم تطبيق اللحن؟ كلمة اللحن تعني الخطأ. الإنسان إذا قرأ بأحكام التلاوة قد يقع في خطأ معين. إذا كان هذا الخطأ في حكم من الأحكام هذا يسمى لحن يعفى عنه، أو لحن هذا يعني ليس مضرا. أما إذا قرأ ووضع ضمة في المصحف مكان فتحة أو كسرة مكان ضمة، هذا خطأ جسيم وخطأ ممنوع محرم، هذا يسمى اللحن الجلي. مثلا كلمة صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت التاء مفتوحة، المخاطب من؟ الله. صراط الذين أنعمت أنت يا الله عليهم. لو أن أحد الناس يقرأ ويقول صراط الذين أنعمت عليهم، مين اللي يتكلم؟ كأنه هو بيقول أنا اللي أنعمت، هذا يوقعه في الكفر. أن يقول أنعمت هذا أوقعه في الكفر، لأنه ادعى هو الذي ينعم على الناس في يعني المخاطبة لرب العباد، رب فإذا العباد. تاء هي تاء المتكلم وكأن الكلام على لسان ربنا. حضرتك فتحة مكان ضمة، حضرتك سبب وضع علم النحو كان بهذا الأمر. في عهد علي بن أبي طالب أحد الفرس كان يقرأ في المسجد، فقرأ وأذان في سورة التوبة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا الرجل قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، ففزع علي بن أبي طالب ونادى على أبي الأسود الدؤلي وقال يا أبا الأسود قم فانحو هذا النحو، اعمل علم النحو. الرجل قرأ ورسوله، طب ما الفرق بين ورسوله وبين ورسوله؟ لو قرأ الرجل اللي كان يقرأ قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، الواو هنا بالكسرة معناه أن ربنا بريء من المشركين وبريء من الرسول بسبب كسرة، وأما ورسوله معناه أن الله بريء من المشركين وأن الرسول بريء أيضا من المشركين. يعني فتحة أو كسرة أو ضم قد تغير المعنى، وهذا يسمى باللحن الجلي، وهذا اللحن محرم وممنوع. أما اللحن الخفي الذي يمكن أن يتدارك، يعني أحد القراء فالمد بدل ما يقول السماء بست حركات قال السماء بحركتين، يعني يعفى انه لم يقع في خطأ. جميلة الألحان زي ما حضرتك نعم. وضحتها لنا بشكل مبسط وسريع. دعنا ننتقل إلى النقطة الخاصة بالاستعاذة والبسملة، نعم. عشان برضو السادة المشاهدين يكونوا على علم برضو بمفردات كثيرة جدا تحدثنا عنها اليوم. الاستعاذة معنى كلمة الاستعاذة، أما أقول كده أعوذ بفلان أو أعوذ بالله، معناها ألجأ وأحتمي إلى الله. أما نقول كده في البداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألجأ إلى الله وأقول يا الله احفظني وعصمني من الشيطان الرجيم. هذا معنى الاستعاذة. والاستعاذة لها صيغ، إما أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولكن الأفضل أن نلتزم بالنص القرآني. قال الله وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالعلماء قالوا أن الاستعاذة هنا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على نص الآية، وبعضهم قال قد نضيف أسماء أخرى مثل السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة لها أوجه، بمعنى إذا أردنا أن نبدأ القراءة العلماء أوجبوا هذه الاستعاذة، يعني لو في بداية القراءة قالوا هي واجبة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستكمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لو لم يقولها فقد وقع في إيه؟ في الخطأ أو في الإثم يعني. فقالوا أن هذه الاستعاذة لها أوجه، أولا قطع الجميع
ثم وصل الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وصل الأول بالثاني والوقوف عليه وقطع الثالث. ما معنى هذا الكلام؟ قطع الجميع، لو بدأنا مثلا سورة الفاتحة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقف. بسم الله الرحمن الرحيم، نقف. الحمد لله رب العالمين، نقف. يبقى فصل الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة، هذا يسمى قطع الجميع. أما وصل الجميع نقول وصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. استمرارية في إلقاء القرآن وصل الكريم بدون التوقف. طيب أوجه البسملة يا ريت برضو نلقي ضوء عليها. ممكن بس نكمل واغين الآخرين. قطع الأول وصل الثاني بالثالث، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. آخر وجه هو وصل الأول بالثاني والوقوف عليه وقطع الثالث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا يسمى بأوجه الاستعاذة. أيضا هناك أوجه للبسملة. البسملة أيضا نفس الوضع، قطع الجميع، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قطع. أو وصل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أو قطع الأول أيضا ووصل الثاني هكذا، ما عدا سورة التوبة. سورة التوبة نجد أنها في هذه في سورة في المصحف ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم في الأول. فآخر الأنفال إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. طيب عندما نقول بقى في هذه الأحكام كيف نقرأ بقى؟ إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، سكت. لا يصح أن نقول إن الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن، لا يوجد بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها بدأت بالبراءة أو بالسيف. دكتور صبري الحقيقة النهاردة معلومات جميلة جدا، وإن كانت كثيفة ودسمة إلا أن حضرتك قدمتها بأسلوب علمي بسيط جدا وبشكل مبسط. بنشكرك على وجودك معنا وإتاحة فرصة جميلة جدا لتوضيح معلومات عن علم التجويد. شكرا يا فندم. شكرا. أعزائنا المشاهدين كنتم معنا وهذا اللقاء، حتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم تبسيط العلوم. شكرا لطيب المتابعة.